تغير الحرب أولويات الناس وتعيد ترتيب اهتماماتهم، وتدريجيا يتخلون عن ما كان مهما ليصبح أقل أهمية. فمحلات بيع العسل التي كان يقصدها المتسوقون أصبحت خالية إلا من قليلين يذهبون إليها لأغراض دوائية في الأساس. ومن المؤكد أن المعارك تجعل المواد الغذائية وتأمين الحصول عليها مقدمة على كل شيء، وتجعل بائعي هذه المادة التي مثلت سوقا واسعا لعقود يكتفون بعرضها وبالحديث عن مزاياها وصفاتها، وهم يعرفون أن أحاديثهم لن تعيد الأمجاد والمشتري. العسل اليمني متعارف عليه أنه من أفضل أنواع العسل على مستوى العالم. في منه أنواعه، في منه السدر، في منه أنواع السمور، في منه ويختلف. ولا يقتصر التراجع في حركة البيع على السوق المحلية، بل يشمل أيضا السوق الخارجية. وأصبح وصول المادة التي كانت تمثل مصدر دخل كبير إلى الخارج معقدا، وتراجعت أسعارها. بل إن عشرات النحالين الذين دربتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبيل الحرب وزودتهم بالمواد اللازمة لتطوير عملهم. عسل العلب وهو من أجود أنواع العسل من وادي جردان بالتحديد، توقفوا عن ممارسة نشاطهم وعن تأهيل آخرين كانت اللجنة الدولية تأمل أن تصل إليهم الطرق الحديثة في العمل، وأن تصبح تجارة العسل أكثر دقة وأعلى دخلا للأسر التي تعتمد على هذه المادة التي تواجه وضعا معقدا ومريرا.